النهاردة عندنا تجربة السوبيا المصرية. طبعا المكونات: لبن بودرة، منزوع الدسم، سكر بودرة، كريم شانتيه، فانيليا، نكهات صناعية مصرح بيها. طب ازاي بتتعمل السوبيا؟ نجيب معلقة كبيرة لكل كوب مية ونضيف عليها الحليب السائل، بعديها نضيف السكر حسب الرغبة، ويفضل ان هي تتضرب في الخلاط. خلونا نضربها في الخلاط ونرجع ليكم. وادي السوبيا بعد ما ضربناها في الخلاط، انا عملت 3 كوبايات. ونقول بسم الله. الحمد لله، يا دي حلوة أوي، فنانة والله. دقيقة، والله مضبوطة. أخربها إن ما هي باردة، لو معها حتتين ثلج كذا تجيك موزونة. لا لا، فنانة والله، صدق فنانة.